فكرة بنجر الدوسري الحكم الصاعد الدولي القطري تم تكليفه لإدارة هذا اللقاء الكبير على بركة الله. هي 90 دقيقة الأخيرة التي يشارك من بدايتها جفار راشد خلال مشواره الكروي على مدار 18 سنة مع كرة القدم القطرية ومع السد ومع المنتخب فريق الميلان بالأسود والأحمر إلى يسار السادة المشاهدين، السد باللون الأبيض إلى يمين السادة المشاهدين. ننطلق وإياكم أحداث اللقاء الكبير السد والميلان في اعتزال جعفر راشد إلى محمد عبد الرب لاعب خط الوسط. مباراة تضيف الكثير للاعبين، تضيف الثقة، تضيف المحكات المهمة في ريبو جورج والتصريبة، ولكن بعيدة إلى ضربة المبادرة القطرية. نعم كان حضرها نادي الميلان من 4 سنوات في افتتاح نادي الغرافة وقدم مباراة كبيرة في ذلك الوقت. كان حضرا فريق الميلان هناك في الامارات ضد المنتخب الاماراتي، حضرا في العديد من الانديه والعديد من الدول العربيه، لكن اليوم من اجل التكريم هنا باتوا اللاعب البرازيلي الكبير. تدخل من باسكال فندنون نجم الغيني نص ملعب على طول الى فيليب جورج. واذكر في عجاله بحكم ان احنا نعلق لفريق عظيم من الدوري الايطالي ان لاعب السد السابق زاراتي لاعب لاتسيو رفع رصيده الى الهدف رقم 10 كواحد من هدافين الدوري الايطالي حاليا مع فريق لاتسيو، نادي من اندية العاصمة الايطالية الكبيرة قطعا مع روما النادي الكبير. مالديني 41 سنة، صورة كرة القدم امام حضراتكم تتابعوها ترقبوها. 5 لاعبين من لاعبي السد فريقهم المفضل في ايطاليا هو فريق الميلان، ومع ذلك قمة الجدية. حضروا بالامس، تدربوا بالامس على هذا الملعب لمدة 2 ساعة إلا ربع. قمة الجدية والالتزام. رونالدينيو بيجري تدريبات خاصة هنا في الجيم الخاص بنادي السد. انطلاقة من جديد، فرصة اوبوكو، سرعته وقوته وانطلاقته، ولكن الى ضربة ركنية من تياجو سيلفا لاعب اس ميلان الايطالي في مواجهة اوبوكو. هنا خلفان انطلق وتقدم واحد من المواهب الجميلة ستايل روبينيو النجم البرازيلي، تمريرة عميقة، ثم هنا اوبوكو سرعته وقوته، ولكن تياجو سيلفا اللي بيلعب جنب مالديني النهارده في قلب خط الظهر الى ضربة ركنية. تعاملت الركنية على طول 2-1، لازال نادي السد بيلعب في نص ملعب الميلان. لسه مش شفناش محمد صقر، فيليب جورج على طول بعرض الملعب سيارة، فرصة كبيرة يا ضربة مرمى. خليفة عايل مدافع قلب خط الظهر وعاشق اليوفي بتمريرة من فيليب جورج عاشق الميلان، وكاد خليفة عايل المدافع العماني بطل خليج 19 من شهرين 2 فقط كاد ان يتقدم للسد باول اهداف اللقاء. نعم هي مباراة تكريم، هي مباراة احتفال، هي مباراة وداع، مباراة ودية، ولكن في النهاية النجوم الكبار والمحترفين والاحترافية تقتضي ان تقدم بكل جدية كل موقف، سواء في التسخين، في الاحماء، في الجري، في الباص. ادي امرسون نجم خط الوسط تاني على طول تمريرة عميقة، ولكن محمد ربيع لازال لعبت السد مسيطرين مستحوذين. لاعب الميلان يحترم رغبة ونزعت لعبة السد في السيطرة فتراجعوا للخلف. مع مرور الوقت اعتقد لعبة الميلان ستتقدم. ادي كرة على طول فيليب جورج لاعب السد وخصم التجامة البرازيلي، تمريرة عميقة على طول، ولكن مفيش ربط الى ابيات حارس المرمى. خلفان عاشق اليوفي فيليب جورج، عاشق الميلان فيليب جورج، باسكال فندنو نجم خط الوسط عاشق اليوفي، هذا اللاعب الكبير يصوب بعيدة الى ضربة المرمى. باسكال فندنو واحد من النجوم الكبار نجم منتخب غينيا، عمل استلام بدوران مع اختراق مع تصويب فنت جميل، عدى من يانكولوفسكي. مش عايزين نقول برضو ان يعني برضو اللعيبة خايفين شوية على الاحتكاكات اللي ممكن تعمل مشكلة. كارداتشو اللاعب الأوروغوياني لاعب خط الوسط لم يشارك هذا الموسم مع فريق الميلان، ولكن من اللاعبين اللي بيتم تحضيرهم لان فريق الميلان عنده مرحلة مهمة جدا المرحلة اللي جاية، وهي النزول بمعدل الاعمار. اعمار لاعب الميلان كتير، ما بين 41 سنة الى مالديني، ما بين امرسون 33 سنة، بيكهام 34 سنة، شيفتشينكو 33 سنة، فافالي 37 سنة اعمار كبيرة، ديدا ايضا بياكو 32 سنة، ديدا حارس المرمى 36 سنة اعمار كبيرة، في هناك نيستا ايضا نجم كبير تخطى 30، يانكولوفسكي 32 سنة. وبالتالي فريق الميلان امامه مرحلة هامة وتحدي كبير ليحافظ على هيبته الكبيرة في المرحلة القادمة. ادي ديفيد بيكهام معشوق الجماهير في العالم كله، تاني ضربة راس بتغطية جميلة من ابراهيم الماجد، فرصة الميلان يضغط، فرصة لعبة السد يتعرضوا للضغط ويتعرضوا للالتحامات، يتعرضوا للمهارات، يتعرضوا للتكتيك الاوروبي العالمي الايطالي. على طول فافالي قائد الميلان حاليا، عودة من جديد الى ديفيد بيكهام، عرض الملعب الى امرسون نجم خط الوسط، كرة عميقة خطيرة، شوفوا
يسجل فريق الميلان اول اهداف اللقاء. باتوا البطه البيضاء وشيفا اشتقنا اليك فعلمنا الا نشتاق ونحن يا شيفا سعداء بلقياك. بينما هنا باتوا او البطه البيضاء, نعم البطه البيضاء تسجل اول اهداف في كره فيها شك تسلل اللي قاد الميلان تحكيميا للفوز بالشامبيونز ليج 2007 على ليفربول هو من يصدق على صحه الهدف على اعتبار لباتو لم يكن متقدم بخط افقي على التمريره العرضيه اللي اتعملت له من شيفتشينكو. لكن سبوكه من الكلام ده كله, شوف التواصل, شوف رده الفعل, شوف لما لعيب يلاقي ان زميله فرصته في التسجيل افضل منه ولو بواحد في المية, شوف اللمسه الواحده تقدم الميلان باول اهداف اللقاء على حساب السد مع الدقيقه 27. لسه بقول لحضراتكم جميل الميلان يهاجم, جميل ان يتم الاستفاده من قوتهم سرعتهم التجانس الاداء خبره اللاعبين الكبار. شبيك لبيك نجمك المفضل عالميا قدام عينيك, هذه الكره العرضيه من جديد وضربه مرمى لصالح الميلان. ولكن دعونا نقف جميعا لنحيي هذا النجم الكبير سعاده الشيخ جوعان وجلياني نائب رئيس النادي. من جد وجد ومن زرع حصد, جد واجتهد فوجد الحب, زرع العطاء والتميز بعد الريان والغرافه هذا العام في هذه المرحله الحرجه من عمر بطوله الدوري. خسر السد محليا امام قطر, خسر الميلان محليا امام سامبدوريا, لكن كلاهما فريق كبير. باسكال فندرو ابياتي, ابياتي الحارس الكبير, ديدا يبرز بديلا وابياتي حارس المرمى كريستيان ابياتي. 32 سنه, 191 سنتي طول لهذا الحارس الكبير, حارس اتلتيكو مدريد الاسباني, حارس تورينو, حارس تورينو الايطالي, حارس اليوفي, حارس الميلان من قبل لمده 7 سنوات عاد ليحرس مرمى الميلان. وهنا ساحر من سحره الكره الافريقيه نجم نادي السد باسكال فندونو وتصويبه الى ضربه ركنيه. الاصابه حرمتنا من قيمه رونالدينيو وقيمه كاكا, كالاتزي مش موجود, امبروزيني مش موجود, سيدورف نجم الهولندي الاصفر مش موجود, لكن كل من في الملعب نجوم متفقين. عن اخره امتلا استاد جاسم بن حمد, كل حضر ليشاهد ويودع النجم الكبير ويتابع الفريق العالمي فريق اس ميلان. ادي الكره العميقه على طول, فرصه تعادل, فرصه تعادل, فرصه تعادل. عملها محمد غلام, محمد غلام عاشق اليوفي يسجل في مرمى الميلان. محمد غلام بعدما خد الشاره, خد الشاره وخد الاشاره فقال جعفر راشد يا لها من فرحه, فرحة بعدما أصبح طائر في سنة أولى لي, في مباراة أولى لي, في دقائق أولى لي, بعدما أصبح قائدا للمنصة يسجل أول الأهداف. محمد غلام ضرب التسلل بكل هدوء وثقة, بكل هدوء وتأني. أقدام غلام تغني للسد لحن الزيب, فهم عيال الديب. الديب بيعوي 3 شهور فقط في السنة, الديب بيعوي 3 شهور في السنة, اكتوبر ونوفمبر وديسمبر, ولكن ديب السد وعيال الديب بيعوا طول السنه. محاوله من جديد شيفتشينكو, كانوا بيسلموا الكره بايديهم, طلقه واختراقه, فتكون مساحه خطيره, عرض ملعب الكروسكو اوباي ياجل من تاني راس, فرصه كبيره, فرصه كبيره, لما فكروا يعملوها عملوها, لما قرروا يسجلوها سجلوها. عارفين ده مين؟ ده الباك اليمين لوكا انتونيني. الباك اليمين جاي يا جماعه قاطع قطري بتكتيك ميلاني على اعلى مستوى, الله عليك تسلم رجليك. بص وشوف ماذا يقدم الميلان من اداء مبهر وجميل, اداء رائع وبديع يقدم الميلان عرضه بشكل جماعي ايجابي وبلمسه واحده يانكوفسكي الى القادم الاقصى اليمين اللاعب الظهير الايمن انتونيني. 27 سنه لاعب يامبولي وسيينا وسامبوريا, نجم فريق الميلان حاليا يقدم فرصة هدف تاني. يانكوليفسكي اعتقد فيها شك تسلل اللعبة دي, لكن سلوكه من التسلل وعدم التسلل لما بيقرروا بيقرروا, لما بينوا بينوا قدرات عالية جدا, قيمة كبيرة جدا, هم ابطال العالم كل العالم. نعم الميلان بطل الدوري الايطالي 17 مرة, بطل الكأس 5 مرات, السوبر الإيطالية 5 مرات, شامبيونز ليج الأوروبي 7 مرات, تاني أكتر فريق بعد الكبير في ريال مدريد, أبطال الكؤوس 2 مرات, السوبر الأوروبية 5 مرات, الإنتر كونتيننتال العالمية 3 مرات, كأس العالم للأندية على بوكا جونيور 1 مرة, هداف الدوري من الميلان 16 مرة, وهداف الدوري المحلي هنا من السد 6 مرات. أدي يا جماعة التحرك, تحرك معاه محمد صقر,
يانكولوفسكي ما صوبش، عمل تمريرة جميلة، والباك اليمين أنطونين استلم باليمين وسجل بالشمال هدف آخر جمال، إلا إذا كان في تسلل بالراحة ومش هتفرق، والله ما بتفرق، والله ما بتفرق. فيليبي جورج تغيير اتجاه اللعب ومع إمرسون، عرض الملعب على طول إلى محمد غلام، محمد غلام على طول إلى خلفان، أبياتي أبياتي عرض الملعب لباسكال كودرو، توقيت اللي استلم فيه خلفان كان باسكال كودرو بيتحرك. بص يا جماعة الوقت اللي استلم فيه خلفان، يعني الباص ده اللي عمله مش خلفان، اللي عمله باسكال فندنو، في باص يحرك لعيب وفي لعيب يحرك باص، الحركة بتاعت اللعيب هي اللي ادت الإيحاء والقرار والإشارة، يا خلفان العب هنا. بص لقى الفانيلا البيضة طايرة، عملها خلفان والعرضية، ولكن كريستيان أبياتي حارس مرمى الميلان ينقذ في الوقت المناسب. في اللعبة الأخيرة أتمنى له التوفيق إن شاء الله في لقاء صعب أمام أوزبكستان ثم أمام البحرين. شوط أول بصافرة بندر الدوسري، الحكم الدولي القطري يمنح الشوط الأول تكريم نجم السنة القطري الدوري السد جعفر راشد. شوط أول ينتهي لمصلحة إي سي ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، تقدم ميلان بهدف من ركوباتو، تعادل السد لقائده الجديد محمد غلام بعدما تسلل إشارة القائد من جعفر راشد، ثم سجل بعد ذلك فريق ميلان بقيادة الظهير الأيمن المتقدم أنطونيني هدف التقدم لنادي السرجيل الكرام. تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، ألتقي وياكم إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني. ضربة ركنية، محمد صقر حارس المرمى صعب إنه كان يتعامل مع الهدفين، وادي فيليبو إنزاغي هداف الدوري من 12 سنة مع نادي أتلانتا، الهداف الأسطوري لليوفي في الشامبيونز ليج الأوروبي وتخطي رقم الكبار، تابع على طول ضغط قوي جدا. تياجو سيلفا البرازيلي في المتابعة الثانية، نصر نبيل خميس بعد نزوله أيضا، ضربة راس محمد صقر وتدخل قوي من تياجو سيلفا، ولكن نصر نبيل خميس يدخل في الوقت المناسب وينقذ الموقف. تاني الركنية المرة دي على الأيمن البعيد، شفت يا جماعة عملوها إزاي، عمل واحدة على الأيمن قريب، الثانية على الأيمن البعيد. فيليبو إنزاجي طبعا النجم الكبير تخطى عمود الوقت 35، 8 سنوات مع الميلان، 4 سنوات مع اليوفي، مشوار مع اتلانتا، مشوار مع بارما، مشوار مع فينيسيا، مشوار مع فيرونا، ليه شقيقه سيمون انزاجي طبعا ايضا مهاجم. ثم الستارت والانطلاق في الوقت المناسب بعد ما الكره تكون طلعت، قمه التركيز والخبرات، كره اماميه، فرصه كبيره، فرصه كبيره، اوف سايد على انزاجي، فعلا اوف سايد، فعلا اوف سايد، لو سابها لو سابها للاعب الوسط يوديس الاورجواياني ما كانتش تبقى اوف سايد. ادي لاعب الوسط والظهير الايمن للميلان هما اللي بيقودوا الفريق، هنا مفيش مشكلة، هنا مفيش مشكلة، هنا المشكلة، هنا المشكلة. حكم مساعد تاني ممتاز مارك بورش، عنده 31 سنة، تاني زيارة لي إلى قطر وهو من مدينة مونشن جلادباخ، في الولد ستايله جميل، والمدرب كو أدريانسي الهولندي طلبوا للاحتراف في هولندا الحقيقة هو ومحمد عبد الرب بعد ما ترك كو أدريانسي نادي السد. ادي على طول باسكال فندنو، شوف الثقه في الاداء، اهلا وبيشوط بشماله، يراوغ على طول بشماله وبره، يلا لعيبه كبيره، الله فرصه كبيره جدا حسن الهيدوس، لكن ايه محمد عبد الرب ده، ده ساحر، ده محمد عبد الرب ولد لعيب لعيب لعيب. علي عفيف يراوغ تاني بركو شمال، فرصه كبيره نادي السد للتعويض، ولكن دي ده يمسك في المره الثانيه، شكلها حلو فيها خطوره، محمد عبد الرب رقصت، بص الولد ده يا جماعه ده داهيه، ده محمد عبد الرب ده داهيه في القيادة، في الرؤية، في الذكاء، في المهارة، دي ده حارس المرمى البرازيلي الكبير يتدخل، والسويسري سندروس القادم من النادي الأرسنال ينقذ الميلان من هدف التعادل. علي عفيف، محمد عبد الرب، حسن الهيدوس، لاعبين صغار السن يكتسب الخبرة، يا سلام على فندنو فايق ورايق ويا جماله لحم لحم بيقدم لحم بتكنيك جميل جدا جدا، النجم الغيني في خط الوسط علي عفيف اضافه جميله للسد في هذا التوقيت، علي ناصر بيعدي ويمر ويفوت العرضيه الخطيره، ولكن دي ده في الوقت المناسب، برافو برافو برافو، مفيش خوف مفيش رهبه، في ثقه في اقدام، طلع لقدام، ولكن حتى الان التقدم للميلان 2-1، خد على الصدر بشكل كويس، خاف زمبروتا من الخطا، تعاملت بالعرض، ولكن دي ده الحارس العظيم ينقذ في الوقت المناسب. سبحان الله توارث الاداء والطريقه والستايل، واللي يدخل جوه خلاص يعيش بنفس الاجواء، واللي ما ينجحش وما يقدرش يروح. تاني على طول، تاني على طول، تاني على طول، تاني على طول، فرصه فرصه فرصه، ضربه مرمى بيوديس الاورجواياني 20 سنه بقول لحضراتكم عليه،
لاعب خط وسط منطلق من الخلف الامام ضرب خط ظهر نادي السد، ضغط بقوة في اللعبة اللي فاتت، ولكن برضو خروج محمد صقر خلينا نقول ان هو خلاه يستعجل او اتوتر او انفعل، وبالتالي الدقة كانت قليلة فضاعت الفرصة. تقدم من جديد الى فيوديس الاورجواياني، زاد وعدى وفات، هيمرر هيفوت هيقرباص هيشوط، عمل العرضية عالية فوق راس السباق، ماني فرصة كبيرة للدفاع استخلص، بنجر الدستر كل شيء ويكمل المباراة ويكمل اللعب، وبالتالي دفاع السد ينقذ الموقف عن جبارة. لما بينوي الهجمة هجمة، بيرلو بص امير ميلانو بيضغط ازاي، قمة الانضباط والجدية. بيرلو افتقد جاتوزو وافتقد سيدورف النهاردة وافتقدنا كلنا كاكا وكذلك رونالدينيو، لعب ديفيد بيكهام الشوط الاول وخرج وكان في قمة الجدية، لعب باولو مالديني 15 دقيقة وخرج الاسطورة الايطالية العظيمة امامنا. نعم نعم، بنوك متحركة، بنوك متحركة، ملايين متحركة. تصوير الله عليك الله عليك، تسلم ايديك يا حبيبي. بص شوف ناصر نبيل بيعمل ايه، ناصر نبيل ولد 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 ولد، وديدة حارس مرمى 2 متر طول لينا يطير وينقذ مرمى الميلان من هدف التعادل للسد. ثقة كبيرة، قولوا لي دي تساوي كام، قولوا لي الثقة دي والموقف ده يساوي كام عشان تدي الثقة للعيب وتكبر لعيب، تديله كام وتدفع فيه كام عشان يوصلك وتوصل بيه لهذه الثقة وهذا الأداء الكبير. أعمل لك إيه غلبتني، أعمل لك إيه تعبتني، لأن مالك اللي هو في التسلل أو ضرب التسلل صافرة النهاية، ويا لها من نهاية. نعم يصدر الستار على يوم تاريخي، على يوم الوفاء، على يوم التكريم، على يوم العرفان بالجميل. نعم صعب وقاسي من وداع حتى لا يشعر أن غرامه ضاع. نعم إن كان ده حلم ياريته يطول، إن كان ده علم ياريته يطول.